مشاهدينا مساءكم خير، وبنعزي نفسنا وبعزي الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية في رحيل رجل من أشرف الرجال ومن أخلص الرجال في تاريخ مصر العسكري. النهاردة مصر بتفقد قامة كبيرة وقائد عظيم، وهو المشير محمد حسين طنطاوي. ولكن حالة الحزن اللي بتعيشها مصر ما وقفتناش، ما خلتناش ان احنا نقف واحنا نكمل بنى وتعمير ومشروعاتنا القوميه في كل شبر من ارض مصر. لسه كنت بقول امبارح اننا بقينا كل يوم بنشوف مشروعات قوميه وتنمويه في كل شبر من ارض مصر، لدرجه اننا ممكن نغمض عينينا ونفتحها نلاقي نفسنا شايفين مشروع قومي جديد. وفعلا النهاردة صحينا فتحنا عينينا لقينا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح عدد من المشروعات القومية. وفين؟ في سيناء والسويس. سيناء اللي كل حبة تراب ورملة فيها غالية علينا كلنا، سيناء اللي الرئيس كان عينه عليها من بدري وعارف كويس انه معركة مصر مع الإرهاب في سيناء مش هتنتصر فيها إلا لو عمرناها، مش هينتصر فيها إلا لو نميناها وبنيناها من جديد. وهو ده اللي عمله سيادة الرئيس، ونجحت مصر في معركتها مع الإرهاب بالتنمية والتطوير. سيادة الرئيس النهاردة افتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وده النفق الخامس اللي بيفتتح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يربط بين شرق وغرب قناة السويس، يعني هيربط بين قارتين أسيا وإفريقيا. شريان حياة جديد بيربط بين الدلتا وسيناء، شريان حياة هيسهل للمواطنين إنهم يتنقلوا من وإلى منطقة غرب القناة. ومش بس كده، البضائع وكل مستلزمات التنمية، ونخفف الضغط شوية على نفق الشهيد أحمد حمدي 1، يعني بنتكلم عن فرص أكتر للعمل والاستثمار في سيناء. كمان الرئيس افتتح النهاردة 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصحي من جنوب سيناء، وهي مستشفى سانت كاترين، ومركز طب أسرة الرويسات، ومركز طب أسرة التوفيق بمحافظة السويس. القطاع الصحي اللي بيعتبر واحد من أهم عناوين مصر 30 يونيو وجمهوريتنا الجديدة. اهتمام بالقطاع الصحي في كل مكان من مصر، في الصعيد وبحري وقبلي وسينا كمان. شوفوا بقى يعني دلالات القدر. سيادة الرئيس السيسي بيفتتح عدد من المشروعات التنموية في سينا، وربنا يختار النهاردة واحد من اللي ضحوا وحاربوا عشان يحرروا سينا، وهو المشير حسين طنطاوي. هو كده يعني رحيل الكبار موجع ومؤلم، ولما يكون الكبار دول من رجالة البلد اللي حاربوا وانتصروا وأخلصوا وتحملوا وصبروا وكانوا نموذج وتجسيد لفكرة المقاتل المصري الشجاع والقائد المخلص صاحب الرؤية اللي قدم كل لحظة في عمره لخدمة مصر. بيبقى الوجع
أكبر والحزن أكبر. عشان كده كلمة البقية في حياتك النهاردة الحقيقة يعني ما تكفيش. في ناس كده كل كلمات العزة ما تكفيش لنعيهم ولا تديهم حقهم ولا قدرهم. بس دي سنة الحياة، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره. تاني، بعزي نفسي وبعزي كل مواطن مصري في وفاة واحد من كبارات وقامات مصر، ابنها المخلص البطل المشير محمد حسين طنطاوي. مشاهدينا، وعدنا إليكم مرة أخرى. فقدت مصر اليوم بطل من أبطال العسكرية المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والذي نعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قائلا في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوي. وحضر الجنازة العسكرية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. وبكلمات مؤثرة وشهادة للتاريخ في حق بطل من أبطال مصر، قال الرئيس السيسي: والله المشير حسين طنطاوي بريء من كل دم في أحداث محمد محمود ومسبيرو واستاد بورسعيد وغيرها من الأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الذي تولى فيه المشير طنطاوي رئاسة المجلس العسكري، مؤكدا أن المشير طنطاوي قاد الوطن في مرحلة صعبة وكان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط. والله وانا مش عايز يعني اجزم بشيء ما اعرفوش، لكن كنت احد المسؤولين يعني في الوقت ده. هذا الرجل بريء من اي دم، احداث محمد محمود، احداث مزبيرو، احداث استاذ بورسعيد، المجمع، اي حاجه من الحاجات اللي تمت في الفتره ديت من تآمر لاسقاط الدوله، والله هو بريء منها. وكل من كان موجود من المسؤولين برضو بريئين منها. وأقدر أقول بأمانة وشهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وبتفاني شديد وبحكمة شديدة جدا، أدت أن بفضل الله سبحانه وتعالى ان الدولة المصرية اللي كانت معرضة للانهيار والحرب اهلية كاملة انها تعبرها باقل حجم من الاضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف. الرئيس السيسي قال النهاردة أنه كان ممكن أننا نلغي فعالية اليوم المخصصة لافتتاحات مشروعات سينا، لكنه كان على علم بمدى حب المشير طنطاوي للعمل والتفاني من أجل مصر. وقال كمان أن وفاة المشير طنطاوي تزامنت مع ذكرى رحيل بطل آخر في تاريخ مصر، وهو الزعيم أحمد عرابي. كان عندنا خيار أن احنا الحقيقة نأجل الافتتاح ده، وكانت الناس اتحركت لما يعني جاية في الطريق وكده، فقلنا يعني نكمل هذا الأمر، لأن هو كان رجل جاد يحب العمل. المشير محمد حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. والحقيقة إن المشير حسين طنطاوي توفى النهاردة في يوم وفاة بطل آخر من أبطال مصر هو الزعيم أحمد عرابي. سيادة الرئيس السيسي النهاردة أشار إلى دور البطل المشير حسين طنطاوي فيما بعد أحداث يناير 2011، لما قال إنه المشير كان بيقول عن الدولة: أنا ماسك جمرة نار في إيدي ولو سبتها هتولع الدنيا. وأنا هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول: أنا ماسك جمرة نار في إيدي. هو كان بيقول كده، جمرة نار في إيدي بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص بتوع اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد الرسمي في البلاد بعد الإعلان عن وفاة المشير حسين طنطاوي، وقرر إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايك ستيب العسكرية تقديرا له ولأعماله وتاريخه. رحم الله الشهيد البطل وأسكنه فسيح جناته. احنا أعلننا طبعا الحداد الرسمي الوطني يعني بهذه المناسبة يعني، وأيضا أطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايك ستيب العسكرية يعني تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. النهاردة كل مؤسسات الدولة نعت المشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضا قال كلمات مؤثرة، وقال: الراحل العظيم يكون برحيله قد ترجل كفارس نبيل بعد مسيرة طويلة مشرفة بذل خلالها الكثير في سبيل رفعة وطنه، قائدا في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيسا للمجلس العسكري الذي أدار دفة البلاد في فترة شديدة الدقة ليعبر بها سنوات الضباب. أيضا الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نعى المشير طنطاوي، وقال عن المشير طنطاوي إنه الرجل الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذي حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس في مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود، وأفنى حياته في خدمة الوطن وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب. ونكس مجلس النواب العلم اليوم حدادا على وفاة المشير طنطاوي، وأيضا اليوم تم إعلان الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021. وأيضا تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التعازي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم في وفاة بطل من أبطال القوات المسلحة الباسلة في الحرب والسلام المشير محمد حسين طنطاوي. وعشان نتكلم عن مسيرة الفقيد البطل محمد حسين طنطاوي، معانا على الهاتف سينضم إلينا اللواء أركان حرب نصر سالم.
برحب بيك سيادة اللواء وبقدم لك العزاء البقاء لله. أهلا بيكي، عزائي لكل الشعب المصري والعربي وللقوات المسلحة ولأسرة المغفور له المشير حسين طنطاوي. اسم المشير طنطاوي يا فندم يمثل ايه في العسكرية المصرية؟ المشير محمد حسين طنطاوي هو حسين طنطاوي المصري اللي ولد عام 1935 في حي عابدين، وظل مرتبط بهذا الحي وبأهله حتى وفاته المنية، حتى وهو وزير دفاع، حتى وهو على رأس جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير. هو ده المصري، المصري الأصيل اللي يعرف يعني إيه الدم، دم المواطن المصري، التراب المصري اللي مطلوب إن احنا نحميه بدمنا وبحياتنا وبروحنا. رجل رضع الجندية وحب مصر في مهده منذ ولد. هم دول أبناء الجيش المصري اللي بيتربوا وبيعرفوا الوطنية منذ مولدهم في مهدهم. دي عقيدة القوات المسلحة يا فندم. اتخرج من الكلية الحربية عام 1956. الملازم حسين طنطاوي اتخرج قبل معركة 56 بست شهور. كان اتخرج من الكلية الحربية لينضم إلى القوات المسلحة، إلى القوات التي تدافع عن تراب مصر وعن مدن القناة وعن قناة السويس. اشترك في الحرب بعد تخرجه بأيام معدودة أو بشهور معدودة، وظل جنديا في مصر يتعلم ويعد نفسه خير إعداد. كان رياضي من الطراز الأول، وكان يجيد أكثر من لعبة من الملاكمة لكرة القدم، وكان رياضيا ويمارس حتى وهو بردة المشير وهو في وزير الدفاع، يعني يمارس الرياضة ويلعب الرياضة مع شباب ربما في سن أولاده. هذا الرجل اللي ربته مصر عشان يوم كان منتظره في حرب أكتوبر 73. دور المقدم حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 في حرب أكتوبر 73 هو لم يتكلم عنه، ربما لم نتكلم عنه كثيرا. ممكن تكلمنا طيب سيادتك عنه يا فندم؟ انا هكلمك عنه لانه هذا الدور دور مهم انه نعرفه. الدور أنا التاريخي هتكلم وهقول اللي قاله عنه العدو بتاعه، يعني خيره من تكلم عنه، زي ما بنقول الحق ما قال به الاعداء. ماذا قال العدو يا فندم؟ قال العدو ده مين العدو اللي كان قدامه؟ كان قدامه العدو الإسرائيلي. أيوه. الجنرال إيريل شارون اللي هو بيعتبر بطل إسرائيل القومي. هذا الرجل بيتكلم عن معركة المزرعة الصينية، اللي المزرعة الصينية دي كانت منطقة شرق القناة، كانت بتتجهز كمنطقة للزراعة من قبل 67، وشاء القدر ان لما الكتيبة بتاعته عبرت كانت موجودة بتحتل هذه المنطقة ضمن النطاق الدفاعي بتاعه والنطاق الهجومي بتاع الفرقة 16، وظل هو يدافع عنها. دي منطقة الثغرة، المنطقة قبل الثغرة، قبل الثغرة قبلها فيها شرق القناة. أي. فلما إسرائيل قررت أنها تعبر القناة فكان لازم يزيحوا أو يضغطوا على الجنب اليمين للفرقة 16 اللي هو الكتيبة 16 اللي بحتلها كتيبة المقدم حسين طنطاوي، فهجموا عليها بكثافة عالية جدا. كل قوات شارون فرقة كاملة أكثر من 300 دبابة لتهاجم هذه الكتيبة اللي عدد الدبابات فيها لا يتعدى 10 دبابات. إنما هذه الكتيبة هي اللي خلت شارون في النهاية بيقول هوس الدبابات المرضي غرور أصاب الإسرائيليين بعد حرب 67. لكن إيه اللي حصل بقى؟ الجنود الذين واجهونا أصيبوا بالهلع والخوف. كانوا ربما أول مشاة في العصر الحديث اللي هم جنود حسين طنطاوي، مجهزين ومدربين ليقاوموا الدبابات بل ليصلوها نارا قاتلة بأسلحة مخصصة خصيصا لذلك. خسائر شارون اللي هو زي ده كلام شارون في مذكراته اللي موجودة في المكتبات بتاعتنا لحد الوقت.
خسر بس في مواجهه في معركه المزرعه الصينيه دي 50 دبابه، وخسر 300 فرد من جنوده وضباطه. ده المعركه اللي خاضها حسين طنطاوي، قاد فيها جنوده في مواجهه غير متكافئه بالمره، غير محسوبة بالمقارنة فيها مقارنة جبار، لأن ده طبيعة الإسرائيليين لما يجوا في قطاع اختراق بيعملوا مقارنة في بالقوات المهاجمة بتصل 10 إلى 1 بالنسبة للمدافع، فكان ضغط يفوق كل الحسابات. هي دي الروح اللي اتربى عليها حسين طنطاوي وظل في، وبالتالي لازم الجيل الجديد لازم يقرأ ويعرف الملحمة دي والانتصارات دي ويعرف دور الأبطال الهام ده. هذه الروح عايز اقول ان هذه الروح اللي حسين طنطاوي زرعها في جنوده، زرعها في القوات المسلحه كلها طيله ال 20 سنه اللي هو تولى فيها وزاره الدفاع وقياده القوات المسلحه، هي دي الروح القتاليه اللي استمرت معاه. في حاجتين اتنين يمكن حسين طنطاوي رجل الدوله ده ما جاش من فراغ، لا ده القوات المسلحه كانها كانت تعده لهذا اليوم. يعني هو كان احد افراد اللجنه العسكريه تحت قياده الفريق رحمه الله عليه ابو غزاله، لا 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 صفي الدين ابو شناف، اللي هي بتتولى استلام الارض بعد معاهده السلام، استلام باقي ارض سيناء. فكان حسين طنطاوي هنا في مباحثاته مع الجانب الاسرائيلي في عمليه استلام الارض، بدأ يخش في مجال آخر. تولى القوات المسلحة رشحته للعمل ملحق عسكري في باكستان في فترة قيادته من سنة 1975. إذن هناك إعداد إلى جانب الجانب العسكري، هناك الجانب السياسي. هو ده حسين طنطاوي بقى اللي تولى قيادة مصر في أحلك فترة، اللي هي بعد ثورة 25 يناير، اللي كان هناك مؤامرة مدبرة لمصر لكي تكون مصر صورة مكررة من اللي حصل في العراق واللي حصل في ليبيا. ونسأل طب ايه اللي حصل في العراق واللي حصل في ليبيا؟ ان حلف الناتو من يتصد او يتصيد لمصر اي خطأ دفعوا بالجيش بهذا الجيش في العراق وفي ليبيا ان هو يتصدى لفئة منفلتة من الثوار او مندسة جوه الثوار، وحاول القوات المسلحة تصدت ليهم لتدافع عن اهدافها الحيوية. فكانت التهمة اللي انفقت بيهم وقتها، وخد قرار مجلس الامن ان الجيش بيستخدم القوى المفرطة ضد المدنيين، وقرروا فرض الحظر الجوي. الحظر الجوي اللي قام به ثوران التحالف او حلف الناتو، وده اللي ثبت عدم صحته بعد كده يا فندم. تمام، دمر البنيه التحتيه للبلدين دول للعراق وليبيا، دمر القوات المسلحه، سرح القوات المسلحه، فبقى الجيش السلاح اللي فضل هو من اخذوا الميليشيات، وتقاتل حرب اهليه لحد دلوقتي الميليشيات اللي ما لها بقايا في العراق، الميليشيات اللي لسه موجوده. لكن المشير طنطاوي حمى الجيش المصري من هذا المصير. بالظبط، تماما، بالصبر وبالجلد وتفويت الفرصة تماما. أنا عايزة أتوقف معاك سيادة اللواء عند فترة إدارة شؤون البلاد من بعد 2011. إزاي قدر المشير طنطاوي أنه يحافظ على هذه البلد؟ تمام، اللي ما يعرفوش ناس كتير بقى أن المشير حسين طنطاوي في هذه الفترة اللي كان بيقود فيها البلد ما كانش بيقودها بمفرده ومن دماغه المطلق، لا. انا كنت في الوقت ده او موجودين في اكاديميه ناصر العسكريه العليا، بنجيب كل الخبراء في كل المجالات، بنسمع ارائهم في كل شيء، بنقدم له تقارير عن كل شيء. هو كان بيلتقي باصحاب الراي والخبره في كل المجالات. هي دي الحكمه يا فندم، قائد حكيم. تمام، اللي هو استفاد من كل الخبرات وكل المعلومات اللي موجوده، وكان بيقود بيها البلد في هذه الفتره، ولذلك نجح. فوت على الاخوان فرص كتير جدا، ان هم كانوا عايزين يضربوا الوحده الوطنيه، عايزين يضربوا الجيش في مقتل، عايزين يصدروا للخارج ان الجيش مستولي على السلطه، ان الجيش بيستخدم قوى مفرطه. لم يحدث هذا على الاطلاق، بل لما الشعب اختار في هذا التوقيت الاخوان راح هو مسلم، قال لهم ادي طالما ده اختيار الشعب لا مشكله، لحد ما الشعب
اكتشف هذا الفصيل وقرر أن ينحيه. هي نفسها القوات المسلحة التي دافعت عن مصر، هي من استعادت مصر وأعادت مصر للمصريين مرة أخرى. حسين طنطاوي هذا الرجل زي ما بنقول فوت على الأعداء مصير أن مصر يبقى مصيرها المصير اللي بدون جيش وفيها حرب أهلية، فوت على الأعداء أن الجيش ينقسم كما حصل في سوريا وفي اليمن وأصبح جيشين بيتقاتلوا في بلد بالفعل واحد. هو حافظ على مصر في وقت البقية الدول أو الدول اللي حوالينا كانت كلها بتفتت. بالضبط كده، هو ده زي ما بنقول وبضدها تتميز الأشياء. لما نبص حوالينا نشوف ان كان مطلوب ان مصيرنا زي دول، ولكن الحمد لله ربنا وفق هذا الرجل بقيادته الحكيمة انه فعلا قدر يقود مصر الى بر الامان، ويبقى جيش مصر ليعبر بمصر من فترة ضاعت فيها الى فترة اخرى تستعيد مصر فيها نفسها وتكمل مسيرتها الى الجمهورية الجديدة اللي كلنا بننتظرها ان شاء الله. بشكرك جدا، شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر. وينضم لينا أيضا عبر الهاتف اللواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان. برحب بحضرتك سيادة اللواء، بقدم لك التعازي، البقاء لله. أهلا بك أستاذة بسمة والسادة المشاهدين، والبقاء لله، ونعزي مصر والشعب المصري والأمة العربية في وفاة هذا البطل. إيه سر تميز شخصية المشير حسين طنطاوي يا فندم؟ والله هو كان يعني بطل عسكري من طراز فريد، رحلة طويلة من العطاء في القوات المسلحة، خاض حروب كثيرة اعتبارا من حرب 56 و67 وحرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم، ثم حرب أكتوبر المجيدة، وكان له فضل أنه زي ما قال اللواء أركان حرب نصر سالم أنه كان قائد كتيبة مشاة. هذه الكتيبة استطاعت أن تحدث خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات للعدو الإسرائيلي وتتمسك بالأرض. احنا عندنا يعني عقيدة، هذه العقيدة القتالية هي النصر أو الشهادة. الكتيبة 16 من اللواء 16 من الفرقة 16 مشاة ميكانيكي، كان هو أحد قادة الوحدات الفرعية، واستطاع أن هو يقوم بإنجاز كبير حتى أنه حصل على نوط الشجاعة العسكري بعد حرب أكتوبر المجيدة مباشرة. هذا القائد العظيم له أقوال، يعني أنا لي الشرف بأنني كنت تحت قيادته في أحد ألوية المشاه الميكانيكية في الفرقة 18 مشاه. فرقة 18 مشاه هي الفرقة العظيمة التي حررت مدينة القنطرة شرق في حرب أكتوبر المجيدة. كان هو قائد اللواء الكتيبة 16 تحت قيادته، وكان له يعني أقوال. هذا القول ما زلت أتذكره حتى الآن وأعمل به وأدرسه للضباط في كلية القادة والأركان وفي المعاهد العسكرية، أن التدريب الجيد والتجهيز الهندسي يؤدي إلى تقليل الخسائر بنسبة تصل إلى 10%. دي مقولة. أيضا كان له مقولة في حرب 67، بيتكلم عن حرب 67 وعن حرب الاستنزاف بوجه الخصوص، وأن حرب الاستنزاف دي أفادت قواتنا المسلحة. الجيش المصري كان يقاتل العدو الإسرائيلي ويستعد ويعيد بناء القوات المسلحة، في نفس الوقت تعطي خبرة قتالية كبيرة للجنود والضباط وضباط الصف، وتعطيهم الثقة في أنفسهم كما منحت الشعب الثقة في الجيش، وكانت خطوة كبيرة جدا في نصر أكتوبر المجيد، هذه الحرب المجيدة اللي هزمت نظرية
الأمن وهدمتها نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراعها الطولة، وبالتالي يعني أقواله يا فندم ومسيرته بتدرس للضباط الجدد، مظبوط؟ طبعا دي نقل خبرات، كل الخبرات، وخاصة أنه عندما تقلد في عام 1991 القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كان نصب عينيه هو التدريب ورفع الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي العالي، وكان دائما عاوز أذكر يعني مثل صغير، وهو قائد للواء، اللواء في الفرقة 18، كان دائما أبا للجميع، وكان يستمع لكل المرؤوسين ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بل وحل مشاكلهم، لأن هناك سمة من السمات في القيادة وفي القادة العسكريين أن هناك اجتماعات دورية مع المرؤوسين للاستماع إلى المشاكل وحلها ومناقشة ما تم خلال من تدريب قتالي خلال الأسبوع اللي هو بينتهي وماذا سيتم تنفيذه في الأسبوع القادم من خلال خطة التدريب القتالي. كان مهتم بالتدريب جدا، مهتم بتعزيز القدرات العسكرية، حتى احنا بنشوف النهاردة جيشنا عشان كده رفع كفاءة القوات المسلحة. نعم، عشان كده رفع كفاءة القوات المسلحة، حتى أصبح الجيش المصري هو الجيش التاسع على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وقواتنا البحرية في المركز السادس على مستوى العالم. أما المفاجأة فأن القوات المدرعة المصرية في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد روسيا، وعلشان كده شفنا خلال الأسبوع الماضي وخلال 15 يوم قوات عسكرية لأكبر جيوش في العالم، 21 دولة بتأتي إلى مصر في تدريب مشترك يسمى النجم الساطع في أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي قاعدة محمد نجيب العسكرية. 21 دولة، ده بيدينا رسالة بالمؤشر على التوافق في الرؤى وتعزيز العلاقات العسكرية مع كل تلك الدول، ورسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري بل والأمن القومي العربي، ورسالة طمأنة لنحن كشعب وكمواطنين بأن قواتنا المسلحة جاهزة وكفاءة وقدرة وقيادة حكيمة. وبالتالي اللي أنا بقوله في ده من هذا التدريب المشترك هو نابع من التدريب القتالي خلال الفترات السابقة، والفضل أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مصادر تنويع مصادر السلاح وتعزيز القدرة بل وتنويع التدريبات المشتركة. يعني مصر تعمل تدريب مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، أجيال بتسلم أجيال ومسيرة بتكمل يا فندم. تمام يا فندم، هذا هو البطل اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده يعني له مقوله النهارده في كلماته في عزاء المشير طنطاوي، وبيقول ان المشير محمد حسين طنطاوي سببا حقيقيا في حمايه مصر من السقوط، لانه ادار وكان ربانا يعني ماهرا في قياده سفينه الوطن خلال أحداث 2011، وخاصة عندما تبوأ رئاسة الجمهورية لأنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير 2011. أنا عايز أسألك سؤال مهم سيادة اللواء، عايزين تقول لنا تخبرنا عن العلاقة اللي كانت ما بين الرئيس السيسي والمشير طنطاوي. طبعا هو علاقة، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محبوب من كل قادة القوات المسلحة وأولهم المشير محمد حسين طنطاوي. ليه؟ لجده واجتهاده وتفوقه على جميع أقرانه. وبالتالي عندما يعني أن المشير حسين طنطاوي وفي عندما قام الإخوان بأنه يترك قائدا عاما للقوات المسلحة، كان الاختيار على الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذا الرئيس النهاردة وهو بيتكلم عن
المشير طنطاوي وصف المشير طنطاوي بالبطل لما بذله من جهود كثيرة من أجل مصر، واستطاع المشير طنطاوي خلال تلك الفترة في 2011 و2012 كان سببا في حدوث ثورة 30 يونيو 2013، هذه الثورة العظيمة التي أجهضت مخطط تفتيت الدول وتدمير الجيوش، وإحنا شفنا في المنطقة العربية ماذا تم فيما يسمى بالربيع العربي، اللي أنا بقول عليه الربيع العبري لأنه لم يستفد من كل هذه الانتفاضات والثورات غير إسرائيل، لأنه لم يسقط فيها قتيل واحد خلال العشر سنوات الماضية. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القاعدة والأركان. ولسه مكملين أيضا في نفس الملف، ومعانا على الهاتف أيضا سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك يا فندم. أهلا وسهلا. بنقدم لك التعازي يا فندم، البقاء لله. الله يخليك يا فندم، والتعازي لنا كلنا وللشعب المصري ولكل الشعب المصري الحقيقة. أيوة. حزين عليه النهاردة. أيوة. حضرتك يعني ليك محطات هامة في حياة القائد العظيم المشير طنطاوي، تحكي لنا عليها يا فندم. هو طبعا احنا عشان خدمنا في التوقيت اللي هو كان موجود فيه، وخدمنا انا شخصيا خدمت تحت قيادته، القيادة المباشرة ليه مباشر له على طول تحت منه مدير لكل الدفاع الوطني الأكاديمية بتتبع رئيس الوزير على طول يعني. فكنت مدير لكل الدفاع الوطني في أكاديمية مصر العسكرية. وتعينت اختارني مدير للشرطة العسكرية، ودي برضو بتابع القيادة له على طول. وتعينت برضو بعد كده مدير المدرعات، وده أتبعه في القيادة برضو. فدي قيادات فيها العمل المباشر بيننا وبينه. ألو؟ أيوه اتفضل يا فندم. معاك يا فندم. بيننا وبين ده العلاقات الكاتبة مباشرة بيننا. لكن انا خدمت معاه في الجيش الثاني وهو قائد فرقه 18. ايوه. وخدمت معاه مرتين في الفرقه 18، هو قائد يوم 36، كنت انا قائد كتيب في الفرقه، ثم هو كان قائد الفرقه وانا كنت في شعبه عامه الجيش. يعني يا ريت يا فندم يعني تحكي لنا عن اول موقف حصل ما بينكم، قلت له ايه؟ قال لك ايه؟ وعن شخصيته حسيت بايه؟ يعني في طلته كقائد عسكري بتقابله كبير زي ده. لا هو ناحية قائد عسكري كبير احنا نقدر نحسه من غير ما نتكلم معاه شخصيا. يعني في القيادات بيبقى كده، يعني ممكن اكون قائد كتيب وقائد فرقه ما بقابلوش كتير، فاقدر احس بين اوامره وشغله واعرفه هو شكله ايه. لكن انا هكلم حضرتك لما عيني مدير الشرطه عسكري. انا كنت ايامها مدير كل دفاع، وانا مانيش من النوع اللي هو يعني مدير الشرطه العسكريه ده له يعني له سمات معينه. ايه بقى رهبه؟ لا فيها الرهبه وفيها لا وفيها الخوف والقدره على العمل، مسؤول على الانضباط برضه. يعني وتبقى فيه يعني هو نقدر نقول ايه بيكون اجريسيف شويه يعني بالمعنى كده. ايه فانا دي مش من صفاتي، انا من صفاتي العمل في شعب العمليات في التخطيط في الكلام ده. ففوجئت هو، فانا بقول له فندم يعني انت اخترتني؟ قال انا عارف انت انا عايز ايه. ودي كانت ميزه فيه، هو بقى يعرف يختار الرجال. كان عايز ايه بقى يا فندم؟ لقى في حضرتك ايه؟ بيقول لي انا عارف انا عايز. هو عايز كان الشرطه العسكريه تتطور تتحدث، فعايز واحد من بتوع العمليات يقدر يشتغل فيها. ده انا مش عارف في الشرطه، لكن قال لي لا انا عارف انا هتعمل ايه، انت عملت كذا وعملت. ده قائد عسكري وليه رؤيه يعني في القيادات اللي بتشتغل تحت ايديه. هو يتميز باختيار الناس، عنده القدره على اختيارهم. فكانت النتيجه طبعا ان انا رحت الشرطه العسكريه، نفذت اللي كان مطلوب مني، وانا بخلص بقى المهمه وبسلمها له. قال لي شوف انت كنت عارف انك انت هتطلع الكلام ده؟ قلت له لا. قال لي تعرف ان احنا بقى نعرف نشوف الناس من جواها من غير ما يبدا؟ قلت له والله يا فندم دي فراسه ما هيش ممكن. هي دي الحكمه بقى. هو ده القائد العظيم. هو ده القائد. ليه مسيره يعني كبيره. نقدر نقول عليه هو طبعا وليه تاريخه بيقول الكلام ده انه عنده القدره. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، لما بيكلموا على موضوع المعركة بتاعة المزرعة السامية، هو شوفي هو اشتغل فيها، وكل الناس اتكلمت، كل واحد اتكلم على بطولاته في حرب اكتوبر، ناس كتير اتكلمت عنها عن نفسها. يعني هو ما خرجش، هو مرة واحدة بالامر اتكلم عن المزرعة السامية مرة وهو عقيد، بعد كده
الفيديو ده ما اتنشرش غير يمكن الايام دي بينشروه دلوقتي، لان هو مؤخرا كان ميال على انكار الذات نمره واحد. نمره اثنين ما بيحبش يترخ في حياته ويقول ايه، هو عنده مقوله كان بيقولها لنا دايما، التاريخ لا يكتبه اصحابه، التاريخ يكتبه ما بعد اصحابه. ايوه. فبالتالي النهارده هتلاقي انت الناس كلها النهارده عايز تتأرخ له، كل واحد عنده قصه عايز يكتبها عنه. لا انا هسأل حضرتك بقى بعيد عن الحياه العسكريه، ايه سر حب الشعب المصري للمشير طنطاوي كل هذا الكم من الحب؟ والناس كلها بتترحم عليه النهارده، والناس كلها حزينه طبعا عليه النهارده. طب ما انا اقول لحضرتك حاجه، نمره واحد القلوب دايما بتبقى عند بعضها. ايوه. لازم القلوب بتحس. والعاطفه بتكبر بتجذب العاطفه حتى لو كان الشكل القاضي. فالمشير حسين طنطاوي الناس كلها حست قد ايه هو انقذها من حرب مدمره اللي هي الحروب الاهليه. يعني في احداث 2011. احنا طبعا انا شخصيا كنت مدير كليه الدفاع سنه 98 لغايه 2001، فكنت بدرس في الاكاديميه. ايوه. مشروع قصف كبير كمؤامره استعماريه حديثه على المنطقه. لكن بتتنافس ازاي؟ كناش لسه البلوره بتاعت التنفيذ ما عرفناها. ايوه. فكان هو يعلم الموضوع ده، فكان حوارنا في الموضوع ده ولقاءاتنا فيها كان بيتقال ان هذه المشروع ده هيتنفذ بواسطه، لان كنت لي زياره قالت ايه؟ ان انا عشان اقنن واحمي الاقليات واحمي العرقيه واحمي العلاقات الدينيه واحمي حدود الدم، ثلاث حاجات هي اشتغلت عكسهم. فاحنا كنا على فكره يا فندم حضرتك بتحكي موضوع يعني غايه في الخطوره، يعني هو كان على علم بالمؤامرات اللي في المنطقه. هو بقى هم هينفذوا ايه على ثلاث حاجات هيعملوها، يا اما الجيش يضرب الناس في التحرير فيبقى التصادم بين الجيش والشعب فتحدث الحرب الاهليه. ايوه. او الجيش يصطدم بالتنظيم الارهابي اللي هو تنظيم الاخوان بعد كده. او انقسام بين الطائفتين المسلمين والمسيحيين في مصر وتبقى الحرب لا تبدا. ثلاث محاور. قاريهم كويس وكان بيفهمهم للضباط في المهام وللجنود لما يقعد معاهم. بالذات وكان بيطلب من الناس مطلب، انت نازل ما انتش نازل تحارب، انت نازل تفك مشكله عند الناس تحت في التحرير. تحت ليه؟ اخوك، عمك، ابوك، جارك، ابنك قاعد هناك غضبان وساير على وضع معين. هو مش فاهم اللي بيعمله ضد الامن القومي، لكن انت فاهم امن قومي، فاللغه مش موجوده متبادله بينكم، فاللي هتقدر تعمله ايه؟ انك انت تمتص غضبه. وعشان كده كان في يعني تعامل واضح بحكمه من قبل القوات المسلحه في الفتره دي. بالظبط. وده كان توجيه مباشر منه ومتابع، وده اللي حافظ على البلد دي. يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قال كلمه، قال كان انا عشت معاه وهو كان زي ما يكون قابض على جمره من النار. ايوه. كل واحده من دول جمره لوحدها. طبعا. وبعدين هم اللي بيديروا مشروع قصف كبير اختبروه، والغرب اختبروا مش ما اختبروش، اختبروا في مسيره ونجح ولم الموضوع، اختبر في محمد محمود ولم الموضوع، اختبروا في احداث بورسعيد المولعه ولم الموضوع ده يلمه، وبالتالي عرفوا ان هو ده مالوش حل، لان ده بيتعامل مع شعب بوطنيه وحب مع الناس، وبالتالي الناس بدات تقدره، فبالتالي بطلوا بقى المؤامره ويحاولوا يشوفوا التنظيم الارهابي يتولى الحكم باي طريقه اللي هو موضوع الانتخابات بعد كده والكلام ده، واحنا عارفين القصه بعدها. اذا هو الراجل النهارده في قمة الوعي السياسي، في قمة الرؤى الاستراتيجية للقرارات اللي هو عايز ياخدها، شايف القرار بيعمل ايه قدام، عارفه كويس، وبالتالي ده اللي اداه للنجاح واللي خلى الناس تحبه. طب النهارده الناس لما كانت قاعدة في التحرير 8 اشهر هتاكل وتشرب منين؟ ما المصانع وقفت. والاكل والشرب هيجيبوه منين؟ الناس لما تطلع من التحرير عشان تجيب اكلها وشربها هتضرب بعض، الاكل قليل والكلام ابدا. هو عمل مع القياده العامه قدر يوفروا الاكل والشرب للناس في المجمعات وفي الشركات مباشره، بحيث الناس لما تخرج من التحرير تلاقي الاكل والشرب بتاعها. سمعت عن ازمه اكل ايام ثوره؟ لا ما سمعناش يا فندم. ما سمعتيش؟ طيب لما جاء كانت ايام عصيبه. اه لكن هو قدر انه يمر بيها.
شوفوا بقى القرار الاستراتيجي الاخر اللي له رؤيه، لما الناس جت تقبض مرتباتها والبنوك قافله عمل ايه؟ 5000 دوريه شرطه عسكريه لتامين البنوك لتقبيض الناس وحط الفلوس في المكان. معلش يا فندم، المعلومه اللي حضرتك بتقولها دي يمكن قليلين اللي يعرفوها، فممكن حضرتك تكررها مره تانية؟ النهارده عشان الناس تقبض فلوسها والمكان مكسر والبنوك قافله خايفه من السر، ده خلال احداث 25 يناير. احداث 25 يناير، امال ايه؟ هات مرتبات فبراير اتصرفت ازاي؟ هتلاقي كلها تحت حراسه الشرطه العسكريه. بس نرجع نفتكر تاني، ايوه، تحت حراسه الشرطه العسكريه. ايوه، لما الشرطه المدنيه حصلت انها انزاحت من الم... من ال... من, ال... من الساحه، مين اللي فضى المنازعات بين الناس وبعضها؟ قوات مسلحه بامر منه. مظبوط، برضه 5000 دوريه شرطه عسكريه وقوة 5000 دوريه شرطه عسكريه كانوا بيطلعوا يعملوا على مستوى الجمهوريه يتلقوا بلاغات الناس ويروحوا يقفوا القضايا. انا كنت حاضر في مؤتمر عن الامانه العامه، يعني هو حافظ على البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، كل ما يؤدي الى الحرب الاهليه كان بيسد بابه. رحم الله المشير طنطاوي. على الحرب الأهلية هو قدر يسد كل باب من الابواب، هو قائد عظيم، يعني قائد عسكري عظيم لا شك يا فندم. ومصر لا يمكن تنسى دوره، ولا الشعب المصري ابدا. لو مصر بتنسى كانت نسيت احمس، كانت نسيت السيد رمسي الثاني، كانت نسيت عرابي، كانت نسيت عبد الناصر. مصر ما تنساش ولادها ابدا ابدا. انا مش هبالغ لو انا قلت ان هو لا يقل عنهم ابدا. ما هو التاريخ التاريخ اللي هيقول اكيد، زي ما قال انه انا هقول لحضرتك الشخص ما يقولش على نفسه، ما يكتبش، ما يكتبش نفسه في التاريخ، اللي بعده هو اللي يكتب من بعده. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا سياده اللواء. انا كنت رئيس شعبه تدريب الجيش الثاني. ايوه، معلش، سنه 91، وهو كان لسه متعين بقاله سنه. وزير فجاه لقينا قناه ديسكفري هي توصلت عنها، قناه، لان القناه دي قناه وثائقيه فبتبحث على الوثائق بالظبط عشان تطلع المعلومه صح. فعندها خبر ان في معركه اسمها المعركه الصينيه في حرب اكتوبر كانت مفصل في الحرب، فجم يوثقوها فطلبوا مننا ان احنا نحضر نوريهم المكان والكلام. فانا كنت طلعت معاهم، فكان في المخرج والمصور والمذيع المقدم البرنامج معايا، واحنا بنتكلم فبشرح له لما حصل الهجوم على الكتيبه بتاعت كف 16 دي بتاعت المشير حسين طنطاوي، بداوا يجزئوها، ففي جزء هو كان قاعد فيها مع مجموعه من الجنود شويه اسلحه، فعملت بتحاول السرير دبابات تلتف حول السرير، حوالي 14 دبابه و13 دبابه. ثبت هو وجنوده ووقف الالتفاف ما خلاهمش يكملوه، ودمر منهم اللي دمره وفشلهم في المعركه. كان تعليق الراجل المخرج المصور ايه؟ وقف كده. معلش يا فندم، صوت حضرتك بعد شويه، حضرتك تقريبا في حاجه في التليفون اتحركت، عشان ده كلام مهم مش عايز اعدي الحقيقه حرف، مش كلمه بس حرف منه. ايوه اتفضل يا فندم. الراجل المخرج او والمعد اللي وقف كده وقال لي انا ما اقدرش اترجم هذا العمل البطولي، لان كانت فيه لسه معدات من الحاجات دي مكسره موجوده لسه كان على الارض يعني. ايوه، كان الشرح واضح واتجاهات الضرب كانت واضحه، فالتاكيد والتوثيق كان موجود. فرجع الراجل وقف قال لي انا لا اترجم هذا الموضوع الا كلمه واحده بس، هذا الرقم. معلش يا فندم، برضه الصوت رجع مره ثانيه، انا بعتذر لحضرتك، ممكن حضرتك بس يعني هذا الرجل. ايوه، انا الخصه في كلمه واحده. اتفضل. هذا الرجل يمتلك من الثبات اللي حقق بيه المصري. وانا بشكر سيادتك جدا اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، رحم الله البطل محمد حسين طنطاوي. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. اسمحوا لي في البدايه ان انا يعني ابدا بتقديم التعزيه او التعازي في بطل من ابطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدا جدا، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه والقائد العام ووزير الدفاع
والإنتاج الحربي. في فترة تولى فيها مسؤولية هائلة، الفترة دي كانت فترة صعبة وقاسية جدا، قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وبتفاني شديد وبحكمة شديدة جدا. هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة. العميد أركان حرب محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر. الكتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور بدفع عناصر اقتناص الدبابات، وكانت أحد العناصر اللي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية. المشير حسين الطنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي. بينضم لينا على الهواء على الهاتف سيادة الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس الأسبق والقائد الأسبق للقوات البحرية، وأحد أقرب الناس للفقيد المشير طنطاوي. مساء الخير يا فندم. البقاء لله سيادة الفريق، بنعزي حضرتك وبنعزي شعب مصر في رحيل المشير طنطاوي. بنعزي كل ذرة رمز وذرة هواء مصر على البطل المشير حسين طنطاوي، وأنا أتمنى دائما يطلق كلمة البطل قبل المشير حسين طنطاوي. طبعا لأنه يستحق أن يكون أحمل هذا اللقب. وفي ناس في مثل يقول أن أي ناس في قبورهم وكأنهم أحياء في الدنيا من الأعمال اللي عملوها، وفي ناس عايشة في الدنيا وكأنها في القبور. البطل المشير حسين طنطاوي وهو في قبره هو حي لنا من أعماله الوطنية الطيبة لصالح تراب الوطن. ألو؟ أيوة سيادة الفريق مع حضرتك، سامعينك يا فندم، اتفضل. كم بقول لحضرتك ان سياده المشير طنطاوي كان يعني يعشق تراب هذا الوطن.
ما فيش شك طبعا. انا عشت معاه يعني، انا كان يشرح في الحرب، دخلت حرب 67 وحرب 73 وحرب الاستنزاف وحرب الخليج واحداث المجلس العسكري، يعني شفت هذا الرجل في جميع المواقف، وبطل كل المعاني لهذه الكلمه، واعشق تراب وهي يعني صعب تكرارها من قوتها وفي نفس الوقت رحمتها. فكان قوي جدا ورحيم جدا. وفترة الثورة اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى والجيش القطري والجيش المصري كل يعني. هو كان له مقولة دايما، بقول لكم يا أولاد أنا ماسك إيدي على جمرة من النار. بالفعل يعني ما أقدرش أسيبها. دي في 2011 يا فندم؟ ايوه 2011 من كده حسين طنطاوي طبعا يعني انا كنت قاعد في الضحيه في الوقت ده. وحصلت الثوره بس احنا مش عارفين مين دول يعني دول شكلهم لا ثوار ولا انا مقدره تاثر حضرتك يا فندم. وكان لامس الخلق جدا جدا ورحيم بالضعفاء وعطوف جدا. يعني احنا كنا مثلا ثاني شنو الظباط لما نخش ايه ده مثلا ومعاها اولادها عندها مشكله يقول لا طلع الولاد بره ما بيقدرش يشوف الناس. وكان يعني زي سيف الحق لا يحيد عن الحق اطلاقا. احنا اتعلمنا منه وشرفنا ان احنا كنا تحت قيادته الفتره دي. عايز اقول كلمه بقولها دايما اتفضل. يوم ما سابت المشير طنطاوي غادر المكان كان في سيناريو اتعمل كده وكان هو في يعني رئيس الجمهوريه وبعدين كان مطلوب منه حاجه وبعدين طلع قال لا احنا خلاص مش عايزين حاجه انا ما بقتش وزير الايه؟ الدفاع. غادر هذا على السلم هو اللي حكى لي قال الفريق محمد بكري كان قائد الحرس قال له محمد هم اختاروا مين؟ قال له اختاروا الزيو عبد الفتاح. قال له الحمد لله انا لو كان سالوني قال له خذوا عبد الفتاح. فت الرئيس بيكمل رساله كابتن المشير بالحفاظ على مصر. انا عشت معاه جيل بيسلم جيل. جيل بيسلم جيل. بس كلهم مصر. ويمكن ده كمان يا فندم بيفسر العلاقة القوية اللي بين الرئيس السيسي والمشير طنطاوي. هو كان المشير طنطاوي يعتبر الرئيس السيسي ده ابنه. ايوه. ابن البار. خلاص؟ كان يعني شايف فيه القدوة والمثل تقدر تستمر في القيادة سواء قيادة الجيش أو خالد. وهذا حق لأن كان كل المواصفات الطيبه كانت الرئيس عبد الفتاح السيسي واحنا في اعضاء المجلس العسكري. تمام؟ هو المشير له نظره. والمشير طنطاوي يعني انا فاكر والله قلتها كان مره في واحد اسمه زياد العليمي شتم كده بطريقه بايخه من بورسعيد. فانا قلت له رحت له المكتب. بخير. قلت له فندم يعني ايه فكرة يحصل كده وحضرتك ما تردش؟ قال لي هو شكلها كده. قلت له يا فندم اللي مسح حضرتك مسحنا كلنا. قد ايه التسامح؟ تسامح. قلت له يا فندم قال لي يا مهاب انا بسالك سؤال هو شكلها كده؟ قلت له يا فندم اللي مسح حضرتك مش عمر ايه مسحنا كلنا؟ قال لي جاوب على قد سؤال هو شكلها كده؟ قلت له لا مش شكلها. قال لي شوف انا لو الولاد محمد حسين طنطاوي ولا ده شتمي كنت حبيتكم كده حكي والميت. لكن دلوقتي انا ماسك في ايدي جمره من البحر هم عايزيني اسيبها واتفرج على الفيسبوك اكلمهم ويكلموني وانا مش هتدخل. دي الحكمه. دي الحكمه. انا واثق في ايدي هيجيله وقت هيتحاسب لكن مش ده وقت. فريتها اقتنعت كل حرف
يعني ده تاريخ. وانا يمكن بدعي دايما يعني احنا معلش احنا معلش من يدرس اتفضل ترى البطل احمد العزيز لا احنا ليه كلمه الشيخ سلطان السخا كلمه البطل المشير في السلطان انه يستحق حزب انه كان بطلا والبطل يبان في السلطه لما تديله ايه؟ سلطه زي ما النهارده بتشوف رئيس عبد الفتاح في السلطه بينطلق ازاي ويحط مصر قدامه ازاي؟ في القصاوي برضه في السلطه هتبقى مصر والمصريين قدام ربنا يرحمه ويحسن اليه ويرجع لمسؤول الجنه الله يرحمه ويجعلنا الله يرحمه السياسه العسكريه اللي كان بيتبعها المشير حسين طنطاوي داخل قوات المسلحه أنا مقدرة تأثر حضرتك يا فندم. سيادة الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية بنشكرك جدا وبنقدم تعزينا ليك مرة أخرى. طيب هنبدأ أخبارنا على موضوعات أخرى. يعني الحقيقة عندنا خبر من وزارة التربية والتعليم. لا يا جماعة خليني الأول كنا من فترة يعني شوفوا احنا من بدري ابتدينا حلقتنا واحنا حقيقة في منتهى التأثر زينا زي أي مواطن في الشعب المصري لرحيل المشير طنطاوي طبعا لأنه محدش يقدر ينكر ولا ينسى الدور العظيم اللي قام بيه الحقيقة المشير طنطاوي. لكن الحقيقة المؤسف إننا نخرج من حالة الحزن دي علشان نحن نرد على خيانة ووضاعة البعض في التعامل مع خبر رحيل المشير طنطاوي اللي أنا متأكدة اللي أنا برد النهاردة مش كمذيعة قاعدة على كرسي في البرنامج. أنا النهاردة برد كمواطنة مصرية على فكرة. وأنا زي أي مواطن مصري لا يقبل. أنا الأول عايزة أقول لكم أن أنا كنت من فترة بعمل حاجة اسمها دبوس الشك ودبوس الشرف. دبوس الشك كان الحقيقة إحنا فيه وقفنا شوية لأن الدنيا الفترة اللي فاتت كانت هادية والتعابين والشخصيات السودة والسلبية اللي بتستحق إنها تتشك في قلوبها مستخبية. بس النهاردة بقى لازم دبوس الشك يرجع أو الحقيقة دبابيس الشك اللي في الدنيا كلها ترجع عشان نشك بيها قلب واحد مريض. ومريض دي الحقيقة يعني أنا بعتبرها إنها مش وصف ما قدرتش توصف كل اللي عايزة أقوله دي حقيقة لأنه الشخص اللي يستحق دبوس الشك ده الحقيقة هو يعني مريض شهرة مريض بيكره البلد دي مريض تقدر تقول بالخيبة بالندامة مريض بالخيانة مريض بفكرة كونه أراجوز مريض بحبه أنه يكون خدام أيوة خدام للمال وللدولارات. اعذروني على ألفاظي الحادة شوية بس الحقيقة اللي عمله النهاردة الشخص اللي احنا بنشكه بالدبوس شيء مستفز لا في شرف ولا في صدق ولا في رجولة. كلنا زعلانين والشعب المصري كله زعلان وحزين على وفاة المشير طنطاوي بس كالعادة تعابين الإخوان وصبيانهم اللي زي المدعو علاء صادق وأنا الحقيقة ما كنتش أحب أني أذكر الاسم ولا ينول الشرف ده إني أذكر اسمه. بدأوا حفلة شماتة في الموت
احنا كلنا حزينة وكلنا زعلانين وكلنا مقدرين وشايفين قد ايه انه المشير كان رجل عظيم، رجل ملا مكانه وعبر بمصر في اوقات صعبة، لكن الخاين الهارب علاء صادق شايف ايه وكتب ايه النهاردة؟ كتب تويتة: انا وجعتني جدا زي ما وجعت كل مصري اتألم جدا. هذا المدعو بيشمت في موت المشير طنطاوي. تويتة معانا على الشاشة وانا مش هقراها، لان هذه الكلمات السامة الدنيئة انا مش هقولها. ولعبة الشماتة دي لعبة إخوانية حقيرة ومعروفة. ما هو العاجز لازم تعرفه دايما، العاجز والفاشل هيعمل ايه غير انه يقعد على المصاطب والنواصي يشمت في احزان الغير. مشكلة هذا المدعو اللي مش عايز اقول اسمه تاني ولا ينول هذا الشرف يا جماعة اكبر بكتير الحقيقة من فكرة الشماتة في الموت. مشكلة هذا المدعو انه قدم نفسه خدام لأفكار الإخوان طمعا في الدولارات، وإنه يلاقي لنفسه مكان في قنواتهم أو قنوات الرياضة المشهورة برة. بس هذا المدعو فشل، لأنه فاشل وفشل في كل حاجة. ولما لقي شهرته بتضيع بدأ بقى يتحول لأراجوز على السوشيال ميديا ويعمل فيديوهات يشتم فيها ويسخر من ده ويتنمر على ده. ورغم فشله كمان بيطلع وينظر ويقول لازم الإعلام الرياضي في مصر يعمل ويعمل. معلش واقفة بقى هنا. السادة المشاهدين، اللي عنده أطفال تحت 16 سنة يقومهم من فضلكم. هو أنت مين؟ تاريخك إيه؟ علشان تنظر على شعبنا، على الشعب المصري، عاوز تزرع الفتنة بين جمهور الكورة وتخلي الناس تولع في بعض عشان حساباتك في البنك تزيد. أيوة أنا ما شفتش خسة وندالة ووضاعة وخيانة زي كده. عارف أنت مش هتنجح ليه كمان؟ لأنه الحقيقة ببساطة شعب مصر واعي، وأصبح واعي جدا، وبيعرف يميز جدا جدا، ما بيدورش على الدولارات زيك. الشعب المصري نظيف. الغريب انه واحد زيك هو اول واحد زرع الفتنة والتعصب وقلة التربية في الاعلام الرياضي. انت رجل مفلس، والمفلس دايما بيجي على السوشيال ميديا ويعمل الحقيقة حاجة من التلاتة: يا يتعرى ويرقص، يا يشتم، أو يعمل أراجوز. بس ما شاء الله أنت عملت التلاتة كلهم عشان أنت تافه، ومع كده مش قادر تلاقي لنفسك مكان على السوشيال ميديا. شوية بتحاول تغازل جمهور الأهلي، لكن جمهور الأهلي واعي وعارف وفاهم إن واحد بالمواصفات دي والفشل ده والخيانة دي ما ينفعش يكون أبدا صوت أهلاوي. لا يمكن. أنت لا يمكن تتكلم باسمهم.
اسم جمهور الأهلي العظيم، ولا يمكن إنك تكون بتعبر عنهم ولا هتعبر عنهم في يوم من الأيام. إحنا كلنا وكل الناس قلت لك بقت فاهمة وعارفة، كل الناس فاهمة إنك بتدور على الشهرة والتواجد، بس الحقيقة يا عيني أنت فشلت إنك تكون محلل رياضي محترم. ده خلاك إنك تاخد الحقيقة الفشل ده سكة الأراجوزات السوشيال ميديا. عشان كده الحقيقة إن اللي أنت فشلت فيها بنقولك اتنطط، اتنطط كمان وكمان، اشتم واسخر واشمت، لأن ده تمامك وده أخرك، وغصب عنك تحيا مصر وتحيا قادتها ورجالها العظام. وإحنا كلنا بنحب وبنقدر الفقيد البطل المشير محمد حسين طنطاوي. وزي ما في خونة زيك، في على الصعيد الآخر شرفاء كتير في الوطن. هنكمل بقية أخبارنا، هنروح لخبر عن وزارة التربية والتعليم. مصر ما بتنساش ولادها، بتتذكرهم في كل وقت، أموات وأحياء. النهاردة الحقيقة كان في حاجة حصلت جميلة جدا من وزارة التربية والتعليم، وقرار جميل إنها تعدل تصميم كتاب اللغة الإنجليزية لسنة ثالثة ثانوي، وحطت ثلاث مصريين على الغلاف، حقيقة سابقة من نوعها رائعة زي ما انتوا شايفين كده على الكتاب. البطلة فريال أشرف اللي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأول امرأة مصرية تفوز بميدالية في الأولمبياد، والبطل المصري أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021، وياسمين يحيى بنت دمياط النابغة المصرية في البحث العلمي واللي خدت المركز الأول في مسابقة أنتل العالمية للعلوم والهندسة. أما الصورة الرابعة فهي للأديب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز. إحنا معانا على الهاتف معانا مين؟ الباحثة المصرية ياسمين يحيى. أهلا بيكي ياسمين. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. أهلا بيكي ياسمين. اهلا بحضرتك. ازيك ياسمين عامله ايه؟ اهلا بيكي معانا. ياسمين قولي لي شعورك بقى لما عرفتي الخبر، اتبلغتي ازاي وكان ايه رد فعلك؟ هو طبعا الشركه اللي عملت الكتاب كانت تواصلت معايا علشان طبعا الموافقه ان صورتي تيجي في الكتاب، بالاضافه ان هو الناس فاكره ان هو على الغلاف بس، لا هو في مواضيع يعني بتتكلم عننا جوه الكتاب، فعلشان كده صورنا موجوده على الغلاف يعني. طيب يعني انت كنت عارفه من قبلها ما فوجئتيش؟ اتفضلي كملي. طبعا عارفه حاجه زي كده لازم، عشان لازم موافقه ان هم ينزلوا صورنا على حاجه زي كده، فطبعا لازم بنمضي موافقات يعني وكده. انت عندك كام سنه يا ياسمين؟ انا عندي 23 سنه. ما شاء الله، اتفضلي كملي. فبس انا طبعا اصلا يعني كان اتعمل عني كتاب في الولايات المتحده الامريكيه، طبعا منه مليون نسخه، بس يعني فكرة إنه يتعمل حاجة حكومة يعني كتاب حكومي مصري هيكون موجود في كل في المدارس، فده اعتراف بينا كقدوة للناس يعني، فده طبعا حاجة تشرفني. انتوا فخر يا ياسمين، ربنا يخلي حضرتك. والأجيال عايزينها تتعلم منكم، تتعدي منكم، تاخد منكم إن شاء الله، ويا رب دايما يعني نكون عند حسن الظن ويكونوا يعني دايما يعني يتأكدوا إنهم اختاروا صح بإذن الله. طب قولي لي ياسمين في البيت عندك قالوا لك ايه لما شافوا الصوره؟ والله هم اتبسطوا يعني هو حتى الموضوع لسه نازل امبارح، فانا لسه حد كان مسالني، فانا رده الفعل لسه ما ما
ما اخدتهاش من العيله قد كده، بس يعني انا برجع اقول لحضرتك يعني انا بلغتهم لما انا سالوني ان هل مسموح ان ينزلوا صورتي او كده، وكانوا مبسوطين جدا زي ما بقول لحضرتك. دي حاجه هتكون موجوده في كل مدارس مصر يعني، ويعني فده شرف لينا يعني في الاول وفي الاخر. توقعتي في يوم من الأيام يا ياسمين إنك أنتي يبقى يعني ممكن يبقى فيه تبقي تفوزي، ممكن تتقدمي، لكن هل توقعتي في يوم من الأيام إن صورتك تبقى على كتاب، مش كتاب بس شخص بيقراه ولا لا ده هو هيستمر لأنه ده كتاب دراسة فهينتقل من جيل إلى جيل؟ بصي يا حضرتك، يعني انا مقتنعه بحاجه ان لما حد بيتعب ربنا دايما بيكافئه، يعني دايما اللي بيتعب بيلاقي. بس فكره برضه ان انا يعني دي كتب انا لسه كنت في مدرسه من قريب، يعني انا لسه سني صغير فكنت في مدرسه من قريب، ففكره ان انا الناس قريبه من سني ما احنا انا لما عشان كنا كده بنشوف، بسألك على سنك يعني ما سألتك انا هقول عليه. لحضرتك احنا لما مثلا بنشوف كنا بنشوف يعني بندرس مواضيع عن ناس وصور كنا بننبهر، وازاي دول وصلوا لكده وازاي، فان انا اكون مكانهم دلوقتي فده يدينا امل. لا يعني مفيش حاجه مستحيله يعني، والحمد لله ان انا برضه في سني صغير قدرت اعمل حاجه زي كده، فيعني طبعا يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه يعني. عندك فكرة يا ياسمين ليه تحديدا اختاروا كتاب الإنجليزي عشان يحطوا صورتكم عليه؟ لا الحقيقه ما بس انا بقول لحضرتك علشان في موضوع جوه الكتاب عننا، يعني في يونت بنتكلم عن انجازات عن المرأة وكده، المبتكرين مش كده؟ لا عن انجازات المرأة عامة. إنجازات المرأة. أنا بشكرك ده اللي جدا. اعرفه بالنسبة ليا، ما اعرفش موضوع في ريال، اعتقد هيكون في موضوع تاني عن الاولمبيكس، بس انا بتكلم عن موضوعي هو ده اللي اعرف عنه يعني. بشكرك جدا ياسمين، الباحثة ياسمين يحيى، وبنتمنى لك التوفيق ولكل اللي زيها إن شاء الله بإذن الله. مصر ما بتنساش أبطالها، دي أحلى حاجة الحقيقة احنا بنمر بيها في الفترة الزمنية دي. مصر ما بتنساش أبطالها أبدا، أحياء أموات، رجال نساء، الحقيقة يعني أنا بشوف إن دايما أبطالنا في الوجدان وفي جمهوريتنا الجديدة اللي بتقوم على أكتاف أبطالنا. كل مصري الحقيقة أنا بشوف إنه هو شخص مهم جدا. هنروح لملف آخر أو خبر آخر، ملف الحقيقة مهم جدا. النهاردة بدأ موسم جني القطن في محافظة كفر الشيخ. القطن صنف الحقيقة في بجيزة 97 في أرض الزراعة بمحطة البحوث الزراعية هناك، واللي بيعتبر من أصناف القطن اللي هي عالية الإنتاج والموفرة لاستهلاك مياه الري بنسبة 15%. تعالوا نشوف مع بعض تقرير خاص لبرنامج 90 دقيقة عن موسم جني القطن. يا بن سبحان نصور يا بيض وناعم ومنور زرعة ايدينا يا بن مر يا نور عينينا يا بن مر. أهو يتلألأ ويملأ الدنيا نصاعة وجمالا، فبعد موسم من الكد والشقاء أتى يوم الحصاد. يوم جني القطن المصري، وهذه المرة من محافظة كفر الشيخ. يوم عيد ويوم سعيد 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 سعيد، أحلى سعادة شفتيه النهاردة عشان حبايبي وعزاني كلك حوالي وكل اللي بكمر وكل الجمع، وأنا شايفة الخردة كله من إيه؟ الخردة كله من إيه؟ من مشهودنا ومشهود الحبايب اللي طلعته. إحنا السنة جلنا قطن أحلى من أي سنة شفناه. بعد أعوام من الاعتلال والسقم، نظرت الدولة المصرية بخطة طموحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زراعة القطن المصري لإعادته إلى أوج قوته وانتشاره بين الغيطان المصرية من جديد بشكل علمي أكثر انتظاماً وحرفية، دعماً للفلاح المصري في زراعته وأيضاً في عملية بيعه بعد الحصاد. وزارة الزراعة سعت جاهدة أنها تعمل عملية إحلال وتجهيد وتجديد للأصناف اللي كانت موجودة في مصر في هذا التوقيت. أنتجنا صنف جيزة 94 و95 و96، وإحنا بنتكلم النهاردة على صنف جيزة 97، باكورة الأصناف المصرية، وإن شاء الله بإذن الله هيكون له صيت في المستقبل ويكون الجوكر في السنوات القادمة. طبعا كانت خطتنا مبنية على مجموعة من النقاط. رقم واحد، طبعا حضرتك عارف إن إحنا عندنا يعني فيه بنتكلم على ملف المياه كتير في الفترة السابقة، فكان معهد بحوث القطن بيشتغل
بيشتغل بصوره اساسيه ان هو يحاول ينتج اصناف تكون موفره في عنصر المي. طبعا في حمله قوميه بيعملها معها بخصوص القطن، طبعا بتبدا الحمله بتوجيهات من السيد معالي وزير الزراعه. الحمله دي بتغطي كل مساحات القطن اللي موجوده في مصر. بنحاول نروح للمزارعين نوصل لهم بالتوصيات الفنيه، لان طبعا زي ما انا بقول لحضرتك طالما غيرت الصنف يبقى غيرت المعاملات، يبقى غيرت القياسات، يبقى لازم اروح للفلاح واقول له 1 2 3 4 علشان تاخد انتاجيه مرتفعه. في من الساده المسؤولين التعليمات بتنزل بالقرارات اللي احنا هنمشوا بيها والشغل اللي احنا ماشيين عليه بتنظيم، بتيجي من التعليمات من فوق، رش اعمل كل حاجه بتيجي من الايه من الساده المسؤولين فوق. هو كان بينتج قبل ما يصدر الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بالقطن اللي خسر انها تتولى وزاره الزراعه، كان وصل متوسط الفدان 5 أناطير، ولما دخلت القرار الوزاري القرار الجمهوري بتاع الرئيس بدات انتاجيه الفدان ترتفع ل 8 و8.5 و9 أناطير الفدان. السعر السنه دي من خلال المزادات اللي اتعملت بيتراوح من 3600 في اقطان الصعيد الى 4700 في اقطان وجه بحري، ونتعشم ان السعر ده باذن الله يفضل محافظ عليه وان الفلاح ياخد حقه ويرجع القطن ثاني لسابق عرشه. سنوات عجاف القطن المصري قد انقضت، وأصبحنا الآن في أعوام ازدهار كما وعدت مصر، لتعود الروح والحياة مجددا إلى محصول تاريخي لا يعرف في مصر سوى الازدهار. من أحد غيطان جمع القطن المصري في كفر الشيخ، عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور. يعني مترددة شوية، يعني الخبر عامل لي ديلي الحقيقة. يعني جالنا خبر عاجل، زمايلي في الإعداد بلغوني بفوز فريق طلائع الجيش المصري على النادي الأهلي 3-2، وألف مبروك لطلائع الجيش، ربنا ينصر الأهلي بقى في الماتشات اللي جاية إن شاء الله. بينضم معانا بقى على التليفون الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. المشاهد اللي شفناها دي الحقيقه مشاهد مفرحه وجميله وبديعه، اللي هي عن موسم جني القطن، وربنا يبارك في مصر. كلمني يا فندم عن الموسم السنه دي. طبعا بس في البدايه اسمح لي ان اتقدم بواجب العزاء لكل الشعب المصري بوفاة سيادة المشير، يعني طبعا رجل قاد مصر في مرحلة من أخطر مراحل الوطن، ويعني لا نزكي على الله أحد، ويكفينا إن احنا نقول. معلش يا فندم أنا بعتذر لحضرتك، احنا هننتقل حالا لسماع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أود في البداية شكرا أيضا سيادة الرئيس، احنا كمان بنقدم ليك الشكر. الحقيقة أنا يعني مستغربة جدا قبل ما أتكلم في أي حاجة، سيادة الرئيس بدأ يوم الصبح بدري جدا من افتتاح المشروعات ثم الجنازة العسكرية للفقيد البطل المشير طنطاوي، ثم كلمة هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن. حقيقة يعني الله يعينك، الله يعينك سيادة الرئيس، جهد متواصل. عايزة أقول إنه إحنا تابعنا مشاهدينا كلمة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس أمام أعمال الجمعية العامة من الأمم المتحدة في دورتها 76، واللي تحدث فيها في كثير من الملفات والقضايا، والتي جاء في مقدمتها التحديات اللي بيشهدها العالم الآن، وخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي. أيضا تحدث الرئيس السيسي عن مسألة احتياج دول القارة الإفريقية من اللقاحات، بالإضافة إلى معاناتها في كثير من الأزمات الأخرى. أيضا الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات قارة إفريقيا وتحدياتها.
وأيضا دعا الرئيس السيسي لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وتخفيف شروط الحصول على القروض. تطرق أيضا سيادة الرئيس إلى ما قامت به مصر من برامج لتقليص التفاوت بين ريف مصر وحضرها. وأيضا أكد سيادة الرئيس السيسي على الخطر الذي يمثله التغير المناخي على العالم، وأكد الرئيس السيسي على ما تضمنه الدستور المصري في مسألة حماية وصون حقوق الإنسان، لافتا إلى تبني مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. وأيضا عرض الرئيس السيسي موقف مصر في ملف سد النهضة، مؤكدا على تعاطي مصر بإيجابية مع المفاوضات في هذا الملف. الحقيقة رسائل كثيرة قالها سيادة الرئيس اليوم في كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76. والسادة المشاهدين شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من 90 دقيقة. تصبحوا على ألف خير.